مدير جيد يتخذ دائما القرارات الصحيحة. هذه الجملة دائما ترافقني خلال إدارة مشروعي. القرار الجيد هو قرار جيد بغض النظر عن نتيجة القرار، لأنه لا يمكننا التحكم في النتائج بما سنفعله أو بما سنقرره. في الواقع هنالك الكثير من العوامل والمتغيرات في العالم، وفي معظم الأوقات يمكننا فقط التأثير على جزء بسيط من هذه المتغيرات. لذلك هنالك فرق بين اتخاذ قرار خاطئ وبين نتيجة غير مرغوب بها التي لم نريدها. في بعض الأحيان يمكنك اتخاذ القرار الصحيح ولكن النتيجة لن تكون النتيجة التي تريدها. وأحيانا يمكنك اتخاذ القرار الخاطئ وستظل النتيجة جيدة، ولكن النتيجة هي جيدة ليس بسببك، لأن يوجد متغيرات. طموح أي شخص حكيم هو اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة دائما، وأن كل قرار يكون صحيح. إنها مهارة تتطلب التدريب والممارسة للوصول إليها. لا أستطيع أن أقول لك أن أنا هناك، أن أنا جميع قراراتي كانت جيدة، لكنني أشعر أنني متوازن نوعا ما، وسأشرح لك السبب. على مستوى القرار ليس لدينا السيطرة الكاملة. نتيجة لذلك الشيء الوحيد الذي نحن كبشر يمكننا القيام به هو أن نعمل في إنتاج سلسلة طويلة بما فيها الكفاية من القرارات الجيدة، ونأمل أن تكون النتيجة بشكل عام جيدة. فتخيل أنك لو أنت لاعب كرة قدم، في أي لحظة يجب عليك اتخاذ قرار: الذهاب لليمين، الذهاب لليسار، التسديد نحو الهدف أو المراوغة، أن أركل ركلة قوية أو ركلة ضعيفة. مهما قررت ومهما فعلت لا يمكنك التحكم في النتيجة. إذا اخترت التسديد نحو الهدف فهنالك العديد من المتغيرات التي ستحدد إذا الكرة ستدخل الشباك أو لا. متغيرات مثل قوة الرياح، رطوبة العشب، المسافة بينك وبين هؤلاء اللاعبين الآخرين وقرارات هؤلاء اللاعبين، حارس المرمى، دقة حارس المرمى وهؤلاء اللاعبين الآخرين، وأخرى متغيرات التي ستؤثر على النتيجة. إذا سددت للمرمى والكرة لم تدخل، هل كان قرارك خاطئ؟ ربما نعم، ربما لا، لكن في الحقيقة لا يهم إن كانت الكرة دخلت أو لا، لأن الشيء الوحيد هو المهم هو القرار. قد يكون قرارك صحيحا في تلك هذه اللحظة، وكان هذا هو أفضل خيار يمكنك القيام به، وهذا بالضبط ما كان عليك فعله، ومع ذلك الكرة لم تدخل. القرار كان صحيح ولكن النتيجة كانت سيئة. إنه حقا شيء محبط للغاية إذا كنت تفكر في ذلك، لأنه ما هي الفائدة من اتخاذ القرارات إذا كانت النتيجة على أي حال من الأحوال لا تعود لك؟ الشيء الوحيد والحل الوحيد الذي يمكننا القيام به هو أنه يجب أن نستمر في اتخاذ القرارات الجيدة، والانتظار أن الظروف الأخرى سوف تنضج وتعطي نتيجة جيدة. دعنا نقول ونفترض أنه من 10 قرارات جيدة قررناها، فقط مرة واحدة سنحصل على النتيجة التي حقا نريدها. هل هذا يعتبر فوز ونجاح؟ الشخص الذي لديه سلسلة أكبر من القرارات الجيدة هو الذي سينجح، بالمقارنة مع الشخص الذي سوف يستسلم ويترك الحياة تقرر له. لأنه إذا حصلت على نتيجة واحدة جيدة من 10 قرارات جيدة، كم عدد النتائج الجيدة التي ستحصل عليها من خلال اتخاذ قرارات سيئة؟ أكيد ستكون أقل بكثير. لذلك طريقنا في قياس القرارات الجيدة ليس على المستوى القرار الفردي الواحد، وإنما النتيجة الإجمالية. اللاعب الذي يتخذ المزيد من القرارات الجيدة في النهاية سوف يصل للمزيد من الإنجازات. لنفترض، انظروا إلى ميسي.
إنه لا يحصل على ملايين من الملايين من الدولارات لمجرد أنه لديه موهبة بقدميه، هو يحصل على الكثير من المال لأنه يتخذ المزيد من القرارات الجيدة وأيضا من القرارات السيئة. ليس دائما جميع قراراته جيدة، ولكن بشكل عام سواء في الملعب أو في إدارة حياته المهنية قراراته جيدة بشكل عام. وهذا ما نحتاج إلى القيام به، علينا موازنة أكبر عدد ممكن من القرارات الجيدة وتقليل أكبر عدد ممكن من القرارات السيئة في حياتنا. علينا أن نقرر إما أن نسدد للهدف أو نمرر للاعب آخر أو نستمر بالمراوغة، والقرار يجب أن يكون سريع لأنه لا يوجد الوقت الكافي للتفكير، وهذه السرعة هي السبب الأساسي في أن معظمنا يتخذ القرارات السيئة حول ما يجب القيام به مع وقته على مستوى الساعة، الدقائق، الأيام، الأسابيع وحتى الشهور والسنوات. فدائما اتخذوا القرارات الصحيحة وخذوا الوقت اللازم لكي تنتجوا النتيجة الجيدة. فلتكن حياتنا مليئة بالقرارات الصحيحة.